بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مجالد أنبأنا عامر قال: انطلق عمر رضي الله عنه إلى اليهود فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هل تجدون محمدًا صلى الله عليه وسلم في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قال: إن الله لم يبعث رسولًا إلا جعل له من الملائكة كفلًا، وإن جبريل عليه السلام كفل محمدًا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتيه أي بالوحي، وهو عدونا من الملائكة أعوذ بالله. وميكائيل سلمنا، لو كان ميكائيل عليه السلام هو الذي يأتيه أسلمنا. كل هذا عناد، هم يعرفون أن محمدًا رسول الله وهو مذكور في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن تكبروا وحسدوا والعياذ بالله. قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. ما منزلتهما جبريل وميكائيل عليهما السلام، ما منزلتهما من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر رضي الله عنه: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل عليه السلام ليسالم عدو جبريل، وما كان جبريل عليه السلام ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اليهود: هذا صاحبك يا ابن الخطاب. فقام إليه عمر رضي الله عنه فأتاه، وقد أنزل الله عز وجل عليه: من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين. فاليهود جحدوا وعاندوا وتكبروا عياذًا بالله، وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي رحمه الله حدث به عن عمر، ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر، يعني راوي سقط فإنه لم يدرك وفاته، والله تعالى أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه رحبوا به، فقال لهم عمر رضي الله عنه: أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبك؟ أي من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: جبريل عليه السلام الذي أرسله الله إليه. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء أعوذ بالله، يطلع محمدًا
صلى الله عليه وسلم على سرنا، وإذا جاء جاء الحرب والسنة أي الجذب والقحط، كل ذلك بإذن الله. ولكن صاحبنا ميكائيل عليه السلام، وكان إذا جاء جاء الخصم أي الرزق والرخاء والسلم، فقال لهم عمر رضي الله عنه: هل تعرفون جبريل عليه السلام وتنكرون محمدًا صلى الله عليه وسلم؟ ففارقهم عمر رضي الله عنه عند ذلك، وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم، فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله عليه السلام. فاليهود يعرفون الحق ولكن تكبروا وجحدوا والعياذ بالله. ثم قال: حدثني المثنى، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن قتادة قال: بلغنا أن عمر رضي الله عنه أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه، وهذا أيضا منقطع. وذلك وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر رضي الله عنه مثل هذا أو نحوه، وهو منقطع أيضا، يعني سقط من سنده راو. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي، حدثنا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهودياً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن جبريل عليه السلام الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر رضي الله عنه: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى رحمه الله في قوله: من كان عدواً لجبريل، قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل عليه السلام كان الذي ينزل عليكم لاتبعناكم، فإنه ينزل بالرحمة والغيث، الله يرسله، وإن جبريل عليه السلام ينزل بالعذاب والنقمة، الله يرسله، فإنه لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. حدثني يعقوب قال: حدثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن قتادة رحمه الله في قوله: قل من كان عدواً لجبريل، قال: قالت اليهود: إن جبريل عليه السلام عدونا، لأنه ينزل بالشدة والسنة أي الجذب والقحط، وإن ميكائيل عليه السلام ينزل بالرخاء والعافية والخصب، فجبريل عدونا. فقال الله تعالى: من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل عليه السلام فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له، بإذنه له في ذلك، وهو رسول من رسل الله، ملكي من الملائكة عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام. ومن عادى رسولاً فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل.
وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فاليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا ببعض الأنبياء، والمسلمون آمنوا بجميع أنبياء الله ورسله وبجميع كتب الله المنزلة. الحمد لله، اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى يا ذا الجلال والإكرام. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبريل عليه السلام فإنه عدو لله، لأن جبريل عليه السلام لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه عز وجل، كما قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. الذي يعادي أولياء الله المؤمنين فقد بارز الله بالحرب، الله حرب عليه. ولهذا غضب الله لجبريل عليه السلام على من عاداه من اليهود وغيرهم، فقال عز وجل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة. اللهم اجعلنا من المؤمنين وثبتنا على الإيمان. وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اهد قلوبنا واشف مرضانا وجميع المسلمين والمسلمات. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخلا في الملائكة ثم عموم الرسل ثم خصصا بالذكر، لأن السياق في الانتصار لجبريل عليه السلام وهو السفير بين الله وأنبيائه الذي يأتي بالوحي بإذن الله. وقرن معه ميكائيل عليه السلام في اللفظ، لأن اليهود زعموا أن جبريل عليه السلام عدوهم وميكائيل عليه السلام وليهم، فأعلمهم أنه من عادى واحداً منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضاً.
لأنه أيضاً ينزل على الأنبياء بعض الأحيان، أي ميكائيل عليه السلام، كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر، ولكن جبريل عليه السلام أكثر وهو وظيفته، وميكائيل عليه السلام موكل بالقطر أي المطر والنبات، هذاك جبريل عليه السلام بالهدى، وهذا ميكائيل عليه السلام بالرزق، وكلهم بأمر الله، كما أن إسرافيل عليه السلام موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة عليه السلام. ولهذا جاء في الصحيح رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد تقدم ما حكاه البخاري رحمه الله ورواه ابن جرير رحمه الله عن عكرمة رحمه الله أنه قال: جبر وميكا وإسراف عبيد وإيل الله، جبريل أي عبد الله، وميكائيل أي عبد الله، وإسرافيل أي عبد الله. جبر وميكا وإسراف عبيد وأيل الله جل جلاله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن، وقيل جبر عبد وإيل الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن الزهري عن علي بن الحسين قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل عليه السلام من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبيد الله، وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك رحمهم الله. ثم قال: حدثني أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل عليه السلام في الملائكة خادم الله أي عبد الله. قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني رحمه الله فانتفض، وقال: لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء، وكتبه في دفتر كان بين يديه. وفي جبريل وميكائيل عليهم السلام لغات وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات، ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، وبالله الثقة وهو المستعان جل جلاله. وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، بل قال فإن الله عدو للكافرين، كما قال الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. وقال آخر: ليت الغراب غداة ينعب، دائبا كان الغراب مقطع الأوداج. وإنما أظهر الاسم هاهنا فإن الله لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامه أن من عادى أولياء الله أي المؤمنين فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه
فقد خسر الدنيا والآخرة، كما تقدم الحديث: من عادى لي وليًا فقد بارزني بالحرب. وأولياء الله كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله كل من آمن واتقى وكفر بالطاغوت. وفي الحديث الآخر: إني لأثأر لأوليائي، يعني أنتقم لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وفي الحديث الصحيح: ومن كنت خصما خصمته، أي غلبته. قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، ومن يكفر بها وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم علامات واضحات ودلالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود، ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشري، ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي، لا تقرأ كتابا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله في ذلك: لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. فالله تعالى أنزل القرآن وبين فضائحهم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي محمد
عن عكرمة، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن صوريا الفطيوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله في ذلك من قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما عهد إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخذ له علينا ميثاقا. يعني جحدوا. فأنزل الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري رحمه الله في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا، نعوذ بالله. وقال السدي رحمه الله: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رحمه الله: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم، هم يعرفون الحق ويجحدون ويحرفون، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وقال ابن جرير رحمه الله: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط الذي يرمى منبوذاً، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلاً أخلقت من أخلقت أخلقت من نعالك. فالنبذ هو الطرح. قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال هاهنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي اطرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت راعوثة، أي حجر تحت راعوثة بئر ذي أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطًا في الصحيحين رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. قال السدي رحمه الله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن، فذلك قوله كأنهم لا يعلمون، أعوذ بالله من الكفر والكافرين.
وقال قتادة رحمه الله في قوله كأنهم لا يعلمون، قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوه، نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به عياذا بالله. وقال العوفي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكان حين ذهب ملك سليمان عليه السلام ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما رجع الله إلى سليمان عليه السلام ملكه وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان عليه السلام ظهر على كتبهم أي كتب السحرة فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك، فظهر الإنس والجن على الكتب التي كتبها السحرة بعد وفاة سليمان عليه السلام، وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان، كذبوا، إنما هو كتب السحرة، هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا فأخذوا به فجعلوه دينا نعوذ بالله. فأنزل الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا الشهوات أي التي كانت تتلو الشياطين، وهي المعازف آلات الغناء، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله، فالمعازف وآلات الغناء من عمل الشيطان، فلا يجوز للمسلم أن يشتغل بالأغاني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فسره السلف بالغناء. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آصف كاتب سليمان ولكن يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان عليه السلام أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً، وقالوا هذا الذي كان سليمان عليه السلام يعمل بها، وهم كتبوا السحر. قال فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الله برأ سليمان عليه السلام وأخبر أنهم هم كفروا وكذبوا. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئاً من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمه، أعطاها الخاتم، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها أي للجرادة هاتي خاتمي، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس، قال فجاءها سليمان عليه السلام فقال هاتي خاتمي، فقالت كذبت لست سليمان، قال فعرف سليمان عليه السلام أنه بلاء ابتلي به، قال فانطلقت الشياطين
فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها وقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وأكفروه، حتى بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عمران وهو ابن الحارث، قال: بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن عليًا رضي الله عنه خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك، لو شعرنا ما نكحنا نساء ولا قسمنا ميراثه، أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال: فتشتريها قلوب الناس، فأطلع الله عليها فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فأخرجوه فقالوا: هذا سحره. فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. وأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورواه الحاكم في مستدركه رحمه الله عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان عليه السلام. قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة عليهم السلام مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فبعث سليمان عليه السلام في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق، ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه، لا يعلم الغيب إلا الله. فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان عليه السلام، وخلف بعد ذلك خلف تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفرًا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدًا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. وذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحية فقالوا له: فادنوا اقرب. قال: لا، ولكنني هاهنا في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. كذبوا، ثم طار وذهب. وفشى في الناس أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، كذبوا.
واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها، فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: إن اليهود سألوا محمدًا صلى الله عليه وسلم زمانًا عن أمورٍ من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك، فدفنوه تحت مجلس سليمان، وكان سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان عليه السلام الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنوا، وأدحض الله حجتهم، أي أبطل الله قول اليهود والسحرة. وقال مجاهد رحمه الله في قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها 200 مثلها. فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان عليه السلام وجدته الشياطين فعلمته الناس به وهو السحر، نعوذ بالله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: كان سليمان عليه السلام يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدبت إلى الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان عليه السلام يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثار به الإنس واستخرجوه فعملوا بها. فقال أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر، فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام، فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموا بخاتم على نقش خاتم سليمان، يعني خاتم مزور، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف ابن برخية الصديق للملك سليمان ابن داود عليه السلام. كذبوا، ومن ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان سليمان بن داود عليه السلام إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس وتعلموه وعلموه، وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده فيمن عده من المرسلين عليهم الصلاة والسلام، قال: من كان بالمدينة من يهود ألا تعجبون من محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أن ابن داود سليمان كان نبياً عليه السلام؟
والله ما كان إلا ساحرًا، وأنزل الله في ذلك من قولهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فبرأ الله سليمان عليه السلام. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا حسين، حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال: لما سلب سليمان عليه السلام ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتبت: من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا كفر، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا، فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف ابن برخياء للملك سليمان بن داود، وهذا كذب من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات سليمان عليه السلام قام إبليس لعنه الله خطيبًا، ثم قال: يا أيها الناس، إن سليمان لم يكن نبيًا، أعوذ بالله، إنما كان ساحرًا، كذب، كذب الشيطان، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه، فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحرًا، أعوذ بالله، برأه الله، هذا سحره، بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. وقال المؤمنون: بل كان نبيًا مؤمنًا عليه السلام. فلما بعث الله النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم جعل يذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى ذكر داود وسليمان عليهم السلام، فقالت اليهود لعنهم الله: انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، إنما كان ساحرًا يركب الريح، أعوذ بالله. فأنزل الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فبرأ الله سليمان عليه السلام من كذب اليهود. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلس رحمهم الله قال: أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدًا، فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه، فأراد الناس فزاد الناس السجع، أي الكلام، السجع والسحر، وقالوا: هذا يعمل به سليمان، كذبوا. فقال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن رحمهم الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال: ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن بشار الواسطي حدثني سرور ابن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن رحمه الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما اتبع ملك سليمان. فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف رحمهم الله في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب أي العاقل الفهم، والله الهادي. وقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم، ما تتلو الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير رحمه الله: على هاهنا بمعنى فيه، أي تتلو في ملك سليمان. ونقله
عن ابن جريج وابن إسحاق رحمهم الله، قلت والتضمين أحسن وأولى، والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله: قد كان السهر قبل زمان سليمان بن داود عليه السلام صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان ابن داود عليهم السلام بعده، كما قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر القصة بعدها وفيها: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم. وقال قوم صالح عليه السلام وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح عليه السلام: إنما أنت من المسحرين، أي من المسحورين على المشهور. وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين. قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل أي السحر على الملكين، وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلاً من الشياطين. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما في قوله: فإن كان له إخوة أو يكون لهما أتباع أو ذكر أو ذكراً من بينهم لتمردهما. فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سواه. وروى ابن جرير رحمه الله بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يقول: لم ينزل الله السحر. وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله: وما أنزل على الملكين، قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير رحمه الله: فتأويل الآية على هذا، أي تفسير الآية على هذا، واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان من السحرة وما كفر سليمان، ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان، وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهم السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل برأهم الله إلى سليمان بن داود برأهم الله، فأكذبهم الله بذلك. وأخبر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل عليهم السلام لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل بلد بالعراق، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس
وردنا عليهم هذا بلفظه هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثت ولم يذكر من حدث. عن عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية: وما أنزل على الملكين؟ قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. حدثنا الفضل بن شاذان، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يعلى يعني ابن أسد، حدثنا بكر يعني ابن مصعب، حدثنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزة كان يقرأها: وما أنزل على الملكين داود وسليمان على الملكين. وقال أبو العالية رحمه الله: لم ينزل عليهما السحر، يقول علما الإيمان والكفر، فالسحر من الكفر، فهما ينهيان عن أشد النهي. رواه ابن أبي حاتم. ثم شرع ابن جرير رحمه الله في رد هذا القول، وأن ما بمعنى الذي، وما أنزل على الملكين يعني والذي أنزل على الملكين، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض، وأذن لهما في تعليم السحر اختبارًا لعباده وامتحانًا بعد أن بيَّن لعباده أن ذلك مما يُنهى عنه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها: وما أنزل على الملكين، ويقول: هما علجان من أهل بابل. ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء في قوله: وما أنزل على الملكين، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وينزل لكم من السماء رزقا. وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء.